أيضا بعد باب تفسير التوحيد باب من الشرك لبس الحلق والخيل ونحوهما، رأس الثور، أعين الذئاب، سمك، حوت، يضع كثير من الناس هدانا الله إياهم على باب المنزل، على السيارات، على الأولاد، التمائم وبعض الأشجار وبعض الخرق السوداء ورأس الثور وعين كف وحافر الفرس، صحيح، وأشياء من البحر وأشجار غريبة هكذا، ويكتب مثلا عين الحسود لا تسود، عيون الناس صابتني ورب العرش نجاني، وكثير عندكم هناك يكتب على الركشة ويكتب على كذا. لماذا تصنع هذه الأشياء؟ إذا تعتقد أنها هي التي تنفع تجلب المنافع وتدفع المضار من دون الله، شرك أكبر. تعتقد أنها أسباب فهذا شرك أصغر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها أسباب. باب من الشرك الأكبر والأصغر، سبحان الله. الآن أقول إذا يعتقد، إذا باب لم يقل الأكبر ولم يقل الأصغر، باب من الشرك الأكبر أو الأصغر بحسب الاعتقاد. إذا يعتقد تأثير بذاته هذا من الشرك الأكبر، يعتقد أنها أسبابا الله سبحانه مجعل أسبابا فهذا شرك أصغر. باب من الشرك لبس الحلقة، والآن انتشرت كثيرا عند كثير من الناس، يضع سبحان الله يعني على بدني وكذا والرسومات، كأنه يعني لا يوجد عندنا ما يسميها الآن سبورة، لا يوجد سبورة فيرسم، يبدأ الرسم على بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة. لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، يعني بعد نزولك أو دفعك قبل نزول، لماذا تضع؟ قال للنبي مرة، لماذا تضع؟ خاف الآن فيروسها يسموه ايش؟ كورونا. المسلم سيأتي معنا لا يتطير، المسلم دائما ايش؟ يتفاعل، صح؟ يتفاعل، صحيح، لابد نأخذ بالأسباب، نعم، لا عدوى سيأتي معنا، يعني لا تقول هذا المرض معدي ينتقل بذاته، لا، هذا اعتقاد الجاهلية، العدوى تنتقل بإذن الله، علينا الأخذ بالأسباب. من الأخذ بالأسباب؟ الرقية الشرعية، أذكار الصباح والمساء، من نزل منزلا، أي منزل تنزل فيه، تنزل الصين مثلا، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، أي منزل تنزل فيه، تهبط الطائرة أحسن من التطعيم وأحسن من كل شيء، تقول أعوذ التجأ اعتصم بمن؟ هذا الموضع الالتجاء بغير الله شرك أكبر، صح؟ الالتجاء في هذا الموضع لأنه لا يقدر عليه إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ولهذا هذا الدليل من أقوى الأدلة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. عندنا أدلة كثيرة على إثبات صفة الكلام لله، من أقوى الأدلة هذا الدليل في السنة. كيف؟ أي إنسان ينكر كلام الله سبحانه وتعالى تقول تعالى الاستعاذة والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، يقول صح. تقول طيب إذا نزلت منزل ماذا تقول؟ قال أقول أعوذ بكلمات الله. لو تقول كلام الله مخلوق هذا معناه أنك تستعيذ بالمخلوق وهذا شرك أكبر، ولو تثبت لله صفة الكلام ويصح الاستعاذة بالله بأسماء وصفاته فأنت موحد تثبت الكلام لله سبحانه وتعالى. الاستدلال بهذا الحديث، علماء السنة يستدلون بهذا الحديث على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال القرطبي وقد جربت ذلك، يقول أنا مجرب هذا الحديث وقد جربت ذلك حتى أني دخلت يوما إلى منزلي ولم أقل فلدغتني عقرب، يعني سنين يمشي على هذا لم يصبه شيء. طيب قال لنا هذا الشيخ، قال لا أنا قلت الحديث ولدغتني عقرب،
ماذا تقول؟ نقول هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، والله لا يتخلف. الخلل فيك أنت، نقص في التوكل، ضعف في التوحيد، لعله عندك كذا كذا، صح؟ أي نعم. الآن الفاتحة رقية سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدريك أنها رقية، تقرأ على المريض ولا يبرأ، خلل في الفاتحة؟ لا لا والله، الخلل في هذا أو في هذا المريض. ابن القيم إخواننا رحمه الله يقول: ألم بي مرض وأنا بمكة فأخذت أقرأ الفاتحة. ابن القيم: وأكرر 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 وجدت أثرها بعد حين. مفهوم الخلل في من؟ ما يمكن يكون في الكتاب والسنة، ولا يمكن. نعم. إذن باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما الأخرى. عندنا الناس انقسموا في الأخذ بالأسباب إلى طرفين وسط. في الأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب أو لا نأخذ بالأسباب، انقسموا إلى طرفين وسط. قسم ينكر الأسباب، من هم؟ جبرية. جنون منك أن تسعى لرزقك، قال مجنون أنت تسعى للرزق، والله سبحانه وتعالى رزق الجنين في بطن أمه، هذا لا يأخذ بالأسباب، هذا طرف. الطرف الثاني يغلو في الأسباب خرافيا، كل شيء يقول تعتقد فيه ينفعك ويضرك من دون الله، أعوذ بالله، شرك أكبر. ولهذا تجد كما يقول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، يقول يلبس عمة كالبرج وجبة كالخرج والمسابح والخواتم والسلاسل وكذا، ايش هذا؟ يعتقد في الخاتم، يعتقد في الثوب، يعتقد في اللباس. وسيأتي الآن في باب التبرك الصحيح الوصل، لا نثبت من الأسباب إلا ما أثبت الله سبحانه وتعالى أو ثبت حسا، الدواء مثلا، شرب العسل، نعم، الرقية الشرعية نثبت ونعتقد أنه سبب لا يضر ولا ينفع. طيب، بعد هذا ذكر أيضا